بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أبنائي الطلاب، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نبدأ أبنائي الطلاب في تكملة سلسلة شروحات مادة الدراسات الاجتماعية للصف الثالث المتوسط. درسنا اليوم أبنائي الطلاب هو الدرس الخامس من الوحدة الأولى بعنوان نظام المناطق. أبنائي الطلاب، في بداية درسنا اليوم هناك عدد من عناصر الدرس الرئيسة وعدد من الأهداف التي يجب أن تتحقق بإذن الله في نهاية درسنا اليوم. العناصر الرئيسة التي سوف نتناولها بالدرس بالشرح هي: 1. أنا أتكلم عن التطور التاريخي لنظام المناطق. النظام الحالي للمناطق يختلف، في الماضي كان له مسميات مختلفة وعديدة نتعرف عليها بإذن الله. نتكلم عن نظام المناطق وأهم بنوده وأهم ما جاء به. أخيرا نتكلم عن المناطق الإدارية في المملكة العربية السعودية اللي هم 13 منطقة إدارية. أيضا في نهاية الدرس نقوم بحل تقويم الدرس. إذن عناصر الدرس الرئيسة هي التطور التاريخي لنظام المناطق، يعني نظام المناطق في المملكة في الماضي إمتى بدأ وكانت مسمياته إيه؟ نظام المناطق، متى صدر هذا النظام ومما يتكون وكم من مادة وأهم مكوناته. نتكلم عن المناطق الإدارية في المملكة، حيث تم تقسيم المملكة إلى 13 منطقة إدارية نتعرف عليها، أكبر المناطق وأصغر المناطق والمراكز الإدارية لكل منطقة. وفي النهاية نقوم بحل للدرس. أولاً، نظام المناطق الجزئية الأولى، التطور التاريخي لنظام المناطق. أبنائي الطلاب، أولا في عام 1359 صدر أول نظام اسمه نظام الأمراء. يبقى أول نظام إداري كان اسمه نظام الأمراء. متى صدر؟ صدر في عام 1359 في عهد الملك عبد العزيز، حيث قسمت بموجبه المملكة العربية السعودية إداريا إلى عدة إمارات، يعني إمارة مكة، إمارة الرياض وهكذا. يشرف على كل منها أمير، يبقى كل إمارة يشرف عليها أمير، والأمير هو الحاكم الإداري لها، هو اللي بيحكمها ويمثل الحكومة في منطقة إمارته. يبقى الأمير مثلا أمير الرياض هو الحاكم الإداري لمنطقة الرياض ويمثل الحكومة في منطقته. يبقى إذن أول نظام إداري في المملكة كان اسمه نظام الأمراء في عام 1359 في عهد الملك عبد العزيز. قسمت الدولة إلى إمارات يشرف على كل منها أمير هو الحاكم الإداري لها. 2. تطور الأمر فأصبحت وزارة الداخلية تشرف على جميع إمارات المملكة العربية السعودية. صح أم خطأ؟ هل وزارة الداخلية تشرف على جميع الإمارات؟ نعم، يبقى وزارة الداخلية بعد أصبحت هي التي تشرف على جميع إمارات المملكة. في عام 1383 صدر النظام الثاني وهو نظام المقاطعات. يبقى النظام الأول الأمراء 1359، النظام الثاني نظام المقاطعات. ثم صدر نظام البلديات عام 1397 الذي ينظم المنطقة، واستمر الوضع على ذلك مع التعديلات حتى صدر نظام المناطق في عام 1412. يبقى سؤال مهم جدا، متى صدر نظام المناطق الحالي؟ عام 1412 هجري في عهد الملك فهد يرحمه الله. إذن لدينا أبناء الطلاب أربع مسميات لنظام المناطق في المملكة. بدأ باسم نظام الأمراء، بعد كده صدر نظام المقاطعات، نظام البلديات، أخيرا نظام المناطق اللي صدر في عام 1412. أبنائي الطلاب، أمامكم خارطة المملكة العربية السعودية الإدارية، وقد قسمت إلى
13 منطقة إدارية، لكل منطقة عدد تضم عدد من المحافظات التابعة لها. المنطقة الشرقية، منطقة الرياض، منطقة نجران، منطقة عسير، منطقة جازان، الباحة، مكة المكرمة، منطقة المدينة، منطقة تبوك، منطقة الجوف، منطقة الحدود الشمالية، منطقة القصيم. لكل منطقة مركز إداري خاص بها أو عاصمة أو عاصمتها أو أكبر مدينة حضرية فيها. منطقة تبوك مقرها تبوك، المدينة المنورة مقرها المدينة المنورة، مكة مقرها مكة، الباحة مقرها مدينة الباحة، عسير مقرها مدينة أبها، جازان مقرها مدينة جازان، نجران مقرها مدينة نجران، الرياض مقرها مدينة الرياض، المنطقة الشرقية مقرها مدينة الدمام، القصيم مقرها مدينة بريدة، حائل مقرها حائل، الجوف مقرها مدينة سكاكا، الحدود الشمالية مقرها مدينة عرعر. يبقى إذن لدينا 13 منطقة إدارية ولكل منطقة مقر إداري تابع لها. نظام المناطق، يتكون أبنائي الطلاب نظام المناطق من 41 مادة، يعني 41 قانون، شملت ما يخدم مناطق المملكة العربية السعودية. طيب علل لماذا أصدر نظام المناطق؟ لأنه يعزز خدمة المواطن ويوسع من صلاحيات أمراء المناطق. يبقى إذن السبب الأساسي الذي أدى إلى إنشاء أو إلى إصدار قانون أو نظام المناطق هو رقم واحد، هو يا أبناء الطلاب يعزز خدمة المواطن ويوسع من صلاحيات أمراء المناطق. مجلس المنطقة، من ضمن قوانين نظام المناطق أن كل منطقة لابد أن يكون لها مجلس. كل منطقة، مثلا منطقة الرياض، منطقة مكة، المنطقة الشرقية، كل منطقة لها مجلس. في كل منطقة مجلس يتألف من مين؟ الرئيس أولا، أمير المنطقة رئيس، نائب الأمير ويكون نائب للرئيس، عضوية وكيل الإمارة، وكيل الإمارة، المحافظين، ورؤساء الأجهزة الحكومية في المنطقة، وعدد من الأهالي ممن يتصفون بالعلم والخبرة والاختصاص. إذا مكونات مجلس المنطقة: الأمير، نائب الأمير، وكيل الإمارة، المحافظين اللي هي مثلا محافظ جدة، محافظ الطائف، رؤساء الأجهزة الحكومية، عدد من الأهالي ممن يتصفون بالعلم والخبرة والاختصاص. للمجلس اختصاصات منها، طيب مجلس المنطقة دي ايه الدور اللي يقوم بيه؟ ايه الدور المنوط بيه؟ ايه الدور؟ ايه هدفه ايه؟ دراسة احتياجات المنطقة واقتراح إدراجها في خطط الدولة التنموية. كل مجلس يحدد ما تحتاج إليه المملكة من خدمات، من مدارس، من مستشفيات، من جامعات، من مشروعات للطرق، أي شيء تحتاجه المنطقة يتم دراستها وإدراجها ولخطط الدولة لكي يتم تنفيذها. إذا مجلس المنطقة يتكون من أمير المنطقة ونائب الأمير وعضوية وكيل الإمارة والمحافظين ورؤساء الأجهزة الحكومية وعدد من الأهالي لكي يكون كل الفئات موجودة، لكن الأهالي يتصفون بالعلم والخبرة والاختصاص. المناطق الإدارية في المملكة العربية السعودية، أبناء الطلاب قسمت المملكة إلى كم عدد المناطق؟ 13 منطقة، وكل منطقة إدارية يتبعها عدد من المحافظات. منطقة مكة يتبعها محافظة جدة، محافظة الطائف، رابغ، والمراكز. روعي في التقسيم، نركز أبناء الطلاب، هذا التقسيم الإداري اللي سبق وشرحناه في الخارطة السابقة، روعي في الجوانب الجغرافية والسكانية وأوضاع البيئة وطرق المواصلات. ويعين الملك أميرا ونائب أمير لكل منطقة. يبقى إذن لكل منطقة لها أمير ونائب أمير، يقوم الملك يحفظه الله بتعيينهم، والأمير يكون مسؤول مباشرة أمام وزير الداخلية. هناك سؤال أبناء الطلاب، هل الأمير مسؤول أمام وزير الخارجية؟ خطأ، أمام وزير الداخلية. يتولى الأمير مهمته إيه؟ مهمة أمير المنطقة المحافظة على الأمن والنظام والاستقرار، كذلك تنفيذ الأحكام الشرعية، تنفيذ الأحكام الشرعية والعمل لتطوير المنطقة وإدارة المحافظات والمراكز. أبناء أمير ده تنظيم الرئيس لإمارة المنطقة.
أمير المنطقة، نائب أمير المنطقة، المحافظ، رئيس المركز بالترتيب. ده على رأس الهرم أمير المنطقة، نائب أمير المنطقة، المحافظ، رئيس المركز. إذن الأمير يعين الملك أميرا ونائب الأمير لكل منطقة، والأمير مسؤول أمام وزير الداخلية. مهمة الأمير المحافظة على الأمن والنظام والاستقرار وتنفيذ الأحكام الشرعية والعمل لتطوير المنطقة وإدارة المحافظات والمراكز. أمامك خارطة لمناطق المملكة، منطقة تبوك مقرها تبوك، منطقة المدينة المدينة، منطقة مكة مقرها مكة، الباحة الباحة، عسير أبها، جازان جازان، نجران مقرها نجران، الرياض الرياض، القصيم بريدة، حائل حائل، الجوف سكاك، الحدود الشمالية عرعر، أما المنطقة الشمالية الدمام. أبنائي، أكبر ثلاث مناطق إدارية مساحة: رقم واحد المنطقة الشرقية، رقم اثنين رقم واحد معذرة رقم واحد المنطقة الشرقية، اثنين منطقة الرياض، ثلاثة منطقة مكة المكرمة. يسجل الطلبة أسماء المحافظات في المنطقة الإدارية اللي تقع فيها المدرسة: جدة، الطائف، رابغ. نهاية الدرس أبنائي الطلاب. السؤال الأول: قسمت المملكة العربية السعودية إداريا إلى 16 منطقة. أحسنتم، بارك الله فيك، إجابة خاطئة. لماذا أبناء الطلاب؟ لأن المملكة قسمت إلى 13 منطقة. 2. من اختصاصات مجلس المنطقة اقتراح المخططات التنظيمية لمدن المنطقة ومحافظاتها ومراكزها. أحسنتم، خطأ. اختصاصات مجلس المنطقة ودراسة احتياجات المنطقة من مشروعات وإدراجها في خطط التنمية. جيم، يكون لكل منطقة أمير ونائب أمير. نعم، ويتم تعيينهم بأمر ملكي. إجابة صحيحة. صدر نظام المناطق في عام 1436. أحسنتم، بارك الله فيكم، إجابة خاطئة، في عام 1412. من مسؤوليات أمير المنطقة العمل لتطوير المنطقة. إجابة صحيحة. يتبع كل منطقة إدارية محافظات ومراكز. نعم، إجابة صحيحة. راعى التقسيم الإداري للمملكة العربية السعودية الجوانب السكانية فقط. خطأ، لأنه راعى الجوانب الجغرافية وطرق المواصلات السكانية. مما يتكون مجلس المنطقة؟ سبق أن تكلمنا أبناء الطلاب، يتكون من رقم واحد أمير المنطقة، نائب الأمير، عضوية وكيل الإمارة، المحافظين، رؤساء الأجهزة الحكومية في المنطقة، وعدد من الأهالي ممن يتصف بالعلم والخبرة والاختصاص. متى صدر نظام المناطق؟ صدر عام 1412 هجري. أبنائي الطلاب، سؤال مهم جدا: يكمل الطلبة الفراغات الآتية بالاستعانة بموقع وزارة الداخلية الإلكتروني قسم شؤون المناطق. أولا أبنائي، لديك مجموعة من المحافظات، لابد أن نعرف المحافظة تقع في أنه منطقة. محافظة صبية تقع في جازان، أملج في تبوك، بيشة أبناء الطلاب أحسنتم، عسير، دومة الجندل، الجوف، طريف، الحدود الشمالية، المندق، الباحة، الشنان، حائل، أحسنتم. محافظة شرورة أين تقع؟ أحسنتم، نجران. محافظة دقيق أين تقع؟ في المنطقة الشرقية. محافظة الرس في القصيم. محافظة شقراء في الرياض. محافظة المهد في منطقة المدينة المنورة. محافظة رابغ في مكة المكرمة. محافظة الخفجي في الشرقية. إلى هنا أبنائي الطلاب نكون قد وصلنا إلى نهاية الوحدة الأولى. أتمنى لكم التوفيق والنجاح، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.